صباح الفل عمنا، النهارده اول يوم تصوير، عايزين نركز كده ونعمل حاجات حلوه زي كل مره. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شيكولاتي، ايه الجم، ايه الحلاوه دي؟ ده جاي عشان التصوير يا ولادي. الايه، انا بقى احب العادات دي، اللي هو اول يوم تصوير نذبح ناكل كلنا، الناس تهيص، ما حدش يذبحه غيري. نذبح مين؟ شيل ايدك، ما توديش نفسك في داهيه. ايه ده، هو مش ده جاي عشان اول يوم تصوير نذبح ونهيص وكده؟ نذبح ده جاي عشان يتصور، عشان هو بطل الاعلان. بطل الاعلان؟ امال انا بقى ايه؟ هو بطل الاعلان وانا بابا غنوج الاعلان مثلا؟ وطي صوتك على فكره، ممكن يسمعك ونفسيته تتاثر. انت ما تعرفش ده مين؟ ده خروف بتشيرت. ايه ده؟ لا طبعا، ده مش خروف عادي، ده كابوشون. كابوشون؟ ده كبش بلدي يا ساره. بلدك ايه؟ ده جاي من فرنسا عشان الاعلان بتاعنا. لا انت بتشتغليني عشان. ومين الاخ ده كمان؟ ده المدرب. اخص عليك يا ساره، انا قلت 100 مره لما يكون دوري استعراضي تبلغوني قبلها علشان خاطر اكل حاجه خفيفه افطر بليله بتاع. بصي ينفع كده؟ حد جاب سيرتك؟ ده المدرب بتاعه. لا، بتاع مين؟ بتاع كابوشون. مدرب للخروف؟ احمد كل عيش يا احمد. بص على فكره، هو جاهز وانت مش جاهز. هو كده جاهز؟ بيجهز في ثانيه. انت بص، انت مش روح غير هدومك، معلش غير هدومك وكل عيش. اللي كل عيش، كل عيش، انت بتكلميني ولا بتكلمي الخروف؟ لا 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 معلش، لا 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 بصي، لا لا انا حاسس، لا في حاجه غلط. لا، لو انا والخروف في اعلان واحد يبقى اكيد انا طبعا بطل الاعلان، طبعا طبعا طبعا. لاول مره في مصر، لانشونداني من جبال القلب في فرنسا. كات. لا 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 احمد، كمل كمل كمل. ايه؟ هوي هوي الخروف. ما انا كنت بهوي، لما نصور ههوي تاني. حاضر. لا نصور ايه؟ هوي 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 الخروف. حران حران ايه؟ ما هو اللي لابس صوف ومتغطي، انا هعمل له ايه؟ انا عندي مشكله كبيره جدا مع المكياج. طيب. وشه بيلمع. مكياج بسرعه. لا 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 يا جماعه، لا 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 معلش، انا بحب اطلع بسيط كده عشان ده شخصيتي يعني، ما تزودوش حد. ايه ده؟ الله، تعملوا الخروف مكياج؟ انا محدش قال لي اغسل وشك حتى. افرد له، افرد له الليه، افردها له عشان فيها تجاعيد كده، مش لذيذه، مكبراه في السن. لا اظبط الفروه، لسه اظبط الفروه، اصل دي هتبقى اجره الجزار قريب خالص ان شاء الله. قادر يا كريم. اكشن. لاول مره في مصر، لانشونداني من جبال القلب في فرنسا. ستوب. ايه استاذ؟ في اداؤه مش عاجبني، ده اقلع النضاره وازود شويه. طب اعمل اي حاجه في الشخصيه؟ اديها انفعال، اهوي مثلا بحقد، حلو كده تمام، انفعالاتي ظريفه. انفعالات ايه يا احمد؟ انا مش جايب وشك اصلا، انا قاطع من عند البنطلون. حضرتك جايب بنطلون بس؟ طب بالنسبه للطربوش ده يعني انتوا بتعلموني بيه ولا ملوش مكان في الدولاب؟ انا مش فاهم يعني. طب يا استاذ معلش، ثانيه واحده، بالنسبه لانفعالات البنطلون ظريفه، تحب ازود كسر في الشخصيه، اعلي الاداء؟ طب ممكن دقيقتين بريك بس، اظبط الحجر واعلي الانفعالات من هنا كده. دقيقتين بس. بريك ايه يا احمد؟ دقيقتين، ما عنديش انا وقت للكلام ده. حاضر استاذ. الخروف الخروف بس محتاج بريك عشان هياكل، فاداؤه هيتحسن. بريك. طيب يا جماعه، بريك ربع ساعه عشان الخروف. عارف انا باكل ايه؟ سندوتش فراخ. الفرخه دي بنت حلال، ضحت بنفسها عشان خاطر الناس تاكلها وتنبسط. دي فرخه عارفه دورها في الحياه. انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني انت الشهره والمجد والنجوميه وكل ده اخرته ايه؟ هتكبر والقرون دي هتشقق وفروتك هتقع، او الصحفيين كل يوم والتاني ينتفوا في فروتك، ولحمتك هتشغت وهتبقى حالتك وحشه خالص، وفي الاخر هتلاقي نفسك عمال تعمل عمليات تجميل علشان خاطر تفضل تحت الاضواء اطول وقت ممكن، وهتموت غالبا يا في فيلا، يا اما في شقه على النيل لوحدك حزين مطرود من كل الناس. كان انت لسه عندك فرصه انك انت تعمل زي الفرخه دي وتتذبح وانت في عز شبابك كده وصحتك حلوه ولحمتك جميله. ايوه انت مش مصدقني يا ابني، اللحمه دي دلوقتي تشم النار كده تبقى زي العسل، بدل ما انت السكينه سرقاك كده ومش راضي تخليها تذبحك. وبص اقول لك،
اسمع، لو عايز جزار ايده تتلف في حرير عندي يا معلم. الله. انت قلت له ايه يا ابني؟ هقول له ايه يعني وانا بعرف امقمق كده يا احمد؟ ما كنتش عارفه ان نفسنا تخليك تعمل كده. انا هنفسن على خروف. قال له ايه يا ساره؟ قال له كلام بشع، هو خلاص مش عايز يمثل معاه تاني. وايه؟ خلاص هاتوا ممثل مكان احمد امين. ايه ده؟ هو بيقول انه مش هيرضى باقل من احمد السقا. وايه؟ الخروف قال كده؟ ايوه. قال احمد السقا؟ طب قالها ازاي دي؟ قولي لي كده، السقا خرفاني كده؟ سمعيني. طيب كلمتوها ساره؟ كلموا السقا. ايه اللي تكلموه؟ والله العظيم تتعرضوا لاهانات ملهاش حدود يا جماعه. ايه اللي السقا يجي يشتغل مع خروف؟ معقوله؟ كلمناه خلاص وجاي في خلال تلت ساعه، وبيقول انه كان نفسه من زمان انه يمثل مع كابيشون. اوكي طيب، وي في مان فينالمون ابريفو. ساره انت بجد كلمته السقا وهيجي مع كابيشو وكده؟ ما انت سامعني وانا بقول كلمناه، جاي في السكه خلاص. هل ممكن باي وسيله ممكنه اعمل انا دور الخروف؟